حياة الملايين في العراق وسوريا باتت مهددة بسبب انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات الناجم عن موجة الجفاف، وتسبب الجفاف في ارتفاع الملوحة في النهرين ما انعكس سلبا على محاصيل الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك. ومن المتوقع أن يجف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة. النهران اللذان ينبعان من تركيا ويمران عبر سوريا يمثلان مصدرا لنحو 98% من المياه وأمدادات المياه السطحية في العراق. وكان الانقطاع المياه الآتية من إيران كان له التأثير المدمر على العراق، إذ تمنع إيران تدفق المياه عبرها إلى الدول المجاورة وتحوله إلى أراضيها. كما ادعى انخفاض تدفق المياه إلى العراق من تركيا وإيران إلى تأجيج النزاعات الحدودية وزيادة ملوحة المياه وتدمير الأراضي الزراعية الخصبة. أما سوريا التي تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر الفرات لتلبية احتياجاتها المائية والكهربائية، فتواجه أزمة مياه حادة بسبب السدود التي بنتها تركيا. وفي مناطق سيطرة الحكومة تتقطع مياه الشبكة العامة عن السكان لأيام عدة، وفي أفضل الحالات تأتي بضع ساعات يوميا. أما في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة يعيش ملايين السوريين في ظروف قاسية بسبب نقص المياه، وحذرت منظمات أممية من نقص المياه الصالحة للشرب، ما سيؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا وتيفوئيد. صراع تركيا وسوريا والعراق على مياه نهري دجلة والفرات يعود إلى عقود خلت، فالدول الثلاث لديها خطط مختلفة حول كيفية استخدام المياه. ومن التحديات التي تواجه حل هذا الصراع تباين احتياجات البلدان الثلاثة وأولوياتها المائية، إلى جانب غياب الثقة بينها.